مساء الخير على كل مشاهدي برنامج عرب وود في كل مكان. النهارده يوم الجمعه، يعني يوم مختلف وجديد ان شاء الله يعجبكم. بس في البدايه خليني ارحب بزميلي يحيى. يحيى ده انا، ازيك؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ كله تمام. طبعا برحب بكل مشاهدينا في مصر والوطن العربي، وما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستغرام. ونبتدي دلوقتي حلقتنا بالهايلايت. ظافر العابدين بيقول 100,000 شكرا. افلام جديده في سباق البوكس اوفيس. اطلالات مميزه جدا لنجمات هوليوود في العروض الخاصه لافلامهم. ليلى فوزي بتدخل عالم الفن تحت مراقبه والدها. واحمد حسن بيستعد لكليب جديد مع فريق ذا فايف. الفنان التونسي ظافر العابدين بيعيش الفترة دي حالة من النشاط، مش بس الفني، لا كمان على السوشيال ميديا، اللي دايما بيكون حريص انه يتواجد عليها ويتابع بنفسه اراء كل جمهوره، وده من خلال الفيسبوك والانستجرام وكمان تويتر. على انستجرام دايما ظافر بيشارك جمهوره بكل الاحداث الجديدة والاماكن اللي بيتواجد فيها، وكمان بيحتفل معاهم وبيهنيهم بكل المناسبات. ومن فترة لما وصل عدد الفولورز ل 100,000 على حسابه على انستجرام، ظافر حب انه يشكر كل الناس اللي بيدعموه، عشان كده نشر صورة مكتوب فيها 100,000 Thank you, merci, شكرا، وعلق على الصورة وقال Thank you for all the lovely support. وبعد وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، نشر ظافر صورة للنجم الراحل وكتب تعليق عليها وقال وفاة الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربي يرحمه ويرزق أهله الصبر. وطبعا كل الفولورز اتفاعلوا قوي مع الصورة وعلقوا عليها بالرحمة والمغفرة للنجم الراحل ممدوح عبد العليم. وكنوع من الدعاية لفيلم الجديد مع النجمة ياسمين عبد العزيز، اتصور ظافر وياسمين صورة سيلفي وهم لابسين لبس صعيدة، وعلق على الصورة وقال عصمة أبو شنب قريبا في السينما. كل فانز ظافر باركوله على الفيلم الجديد، وكلهم سألوا عن ميعاد نزوله في السينما. ولأن ظافر بيحب دايما يهني جمهوره في كل المناسبات، فنشر صورة في بداية السنة الجديدة علشان يهني كل الفانز، وكتب على الصورة تعليق وقال Happy New Year, wishing you all health, happiness and prosperity. وبعد تكريمه عن دوره في مسلسل تحت السيطرة، شارك ظافر جمهوره وسعادته بالتكريم ده بصورة على الانستجرام وعلق عليها وقال سعيد جدا بتكريمي من مجلة دير جست، شكرا لكل من صوتولي، تحية لكل زملائي وأصدقائي من مسلسل تحت السيطرة. وطبعا كل الفانز باركولو على الجائزة، والصورة دي أخدت أكتر من 2,000 لايك. ومن الصور اللي نشرها ظافر من فترة هو بوستر فيلم بلاك فورست، واللي علق عليها وقال فيلم بلاك فورست هو إحدى الأفلام اللي قمت ببطولتها في 2012، وهو فيلم أمريكي تلفزيوني. ظافر كمان نشر صورة بيجمع فيها بين صورة ليه وهو صغير وصورة ليه دلوقتي، وكتب عليها تعليق ساخر وقال Throw back only few years ago. الصورة عجبت كل الفانز وخدت 4,000 لايك. ومن فترة نشر ظافر فيديو الجزء من مسلسل ترانسبورتر اللي كان مشارك في بطولته، وعلق على الفيديو وقال استمتعت جدا بمشاركتي في ترانسبورتر، وإيه رأيكم في نهاية الموسم الثاني؟ وطبعا كل فانز ظافر قالوا إن دوره عجبهم جدا وإن المسلسل كان أكتر من رائع. وبعد وفاة النجم العالمي عمر الشريف، نشر ظافر صورة للنجم الراحل وعلق عليها وقال رحل عنا اليوم الممثل المصري والعالمي الفنان العظيم عمر الشريف الله يرحمه. وطبعا كل الفانز عجبهم الصورة ودعوا للفنان عمر الشريف بالرحمة. وعلى تويتر ظافر دايما بيعمل تويت لكل أخباره الجديدة، وبيحب انه يتناقش مع الفانز بتوعه كمان. ومن الاخبار اللي عمل لها ظافر ريتويت من فتره هو الخبر اللي نشرته مجله روتانا واللي كان بعنوان سر ظهور ياسمين عبد العزيز مع ظافر العابدين. كمان ظافر كتب تويته بيبارك فيها للمخرجه التونسيه ليلى بوزيت، وقال اهني المخرجه ليلى بوزيت حصولها على 4 جوائز في ايام قرطاج السينمائيه، عن فيلمها على حله عيني. وبعد احداث الارهاب الاخيره في تونس، ظافر كتب تويت بيعزي فيه الشعب التونسي وقال خالص التعازي الوطني تونس والاسر جنودنا البواسل الشهداء، وكلنا معا من اجلك يا وطن، وعمل هاشتاج تونس بخير لن يمروا. اما الصفحه الرسميه لظافر العابدين على الفيسبوك، فدايما بتكون مهتمه انها تنشر اخر واحدث اخباره، وكمان لقاءاته التلفزيونيه واحاديثه الصحفيه، وكمان بتنشر مواعيد عرض اعماله الفنيه عشان جمهوره يقدر يتابعها. ظافر كمان بينشر بنفسه اخباره على صفحته على فيسبوك، فبنشوفه لما تعاقد على مسلسل الخروج نشر صورته وهو بيمضي العقد، وكتب على الصورة تعليق وقال فيه تعقدت اليوم للمشاركة في مسلسل الخروج رمضان 2016، وده من تأليف محمد الصفتي وإخراج محمد العدل. كمان ظافر نشر صورة ليه أثناء مشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعلق على الصورة وقال أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي شكرا لاستضافتكم الطيبة ليه. والصورة دي عجبت كل فانز ظافر الموجودين على الصفحة وخدت أكتر من 4,000 لايك. وكمان الصفحة نشرت صورة ظافر العابدين أثناء تكريمه في مهرجان القنوات الفضائية العربية واللي اتكرم فيه عن دوره في مسلسل تحت السيطرة، وظافر كتب تعليق على الصورة وقال سعيد جدا بتكريمي أمس في مهرجان الفضائيات العربية بجائزة التميز عن دوري في مسلسل تحت السيطرة،
وشكرا جزيلا لكل من صوت ليه. ومن فتره نشر ظافر صوره لحواره مع مجله روتانا وسال جمهوره وقال هل قراتم حواري مع مجله روتانا. كمان ظافر حب يهني الشعب المصري ويشارك فرحته بعد افتتاح قناه السويس الجديده، فنشر صوره من افتتاح القناه وكتب تعليق وقال مبروك للشعب المصري على افتتاح قناه السويس الجديده. نشر ظافر العابدين صوره للفنان سامي العدل بعد وفاته وعلق عليها وقال اليوم خسرت الساحة الفنية الفنان الكبير سامي العدل، البقاء لله. ودايما ظافر بيحب يهني كل جمهوره، وعلشان كده مع بداية شهر رمضان الكريم نشر ظافر صورة وكتب عليها رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وطبعا الصورة عجبت كل الفانز اللي هم كمان هنوا ظافر بشهر رمضان الكريم. يا ترى مين النجمة صاحبة الإطلالة الأفضل الأسبوع ده؟ هنعرف بس بعد شوية. زي ما عودناكم كل يوم جمعة في عرب وود بنشوف آخر الإيفنتس والمهرجانات علشان نشوف إطلالات الفنانات على الريد كاربت. النهاردة اخترنا موضوع مختلف وهنتكلم عن إطلالات الفنانات في الأوبنينج بتاعة الأفلام بتاعتهم. كل ده هنتكلم عليه من خلال مصمم الأزياء العالمي سوشا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. أهلا وسهلا. إزيك يا سوشا؟ كله تمام. توحشنا من أسبوع لأسبوع. تسلم يا رب. ثانك يو. سوشا إيه رأيك النهاردة في الموضوع اللي إحنا هنتكلم عليه؟ مهم جدا وما يقلش أهمية عن الأوسكار أو أي إيفنت أو أي فيستيفال دوكان أو أي حاجة مناسبة كبيرة جدا، عشان ده جزء من الفنان نفسه واهتمامه انه يكون في افتتاح الفيلم يكون لابس حلو، هو ده جزء من العمل يعني. أكيد. الفنان دايما يكون الناس بتبقى رايحة له كمان طبعا عشان الفيلم بتاعه، ودايما شكله مهم جدا وشكله هو جزء من شغله وجزء اللي هو بيوصل للناس ازاي. طيب كريستين ويك كانت ليها اطلاله مميزه في افتتاح الفيلم في برلين، عايزه اعرف هي مش اطلاله مميزه ولا حاجه، عشان احنا شفناها بكذا ايفنت الايام الاخيره كانت لابسه يعني مش حلو خالص يعني، حتى هنا هي لابسه فستان بروتال وحتى القماشه المربعات بتلمع سنه، القصير مش طويل، هو في الايفنت ده مش لازم تلبس طويل، هو مش ريد كاربت صح، هو افتتاح الفيلم بتاعها، بس انا بحب شكلها في الافلام اكتر عشان يمكن في ستايلست هو اللي بيعمل لها الدايركشن بتاع لبسها وكل. هنا ما بيبقاش في ستايلست هنا هنا لا هنا رايها هي وفي حاجاتها وبتعملها مش 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 اهميته زي الاوسكار، الاوسكار بيبقى ديزاينرز وستايلست ويبقوا في ايكيب كامله للعمل بتكون وراها، هنا شايف انه فستان عادي جدا مش طلت صور وطلت انه تبقى في مجلات او ما اضافتش بس ده بيبين ذوقهم او اللمسات بتاعتهم. هنا بتعرف هنا بتعرف شخصيتهم اكتر كمان في اللبس بتاعت الكاجوال، في باباراتسي بياخد لهم صور بتاعت الشارع، هنا بتعرف اللي عنده ذوق بيلبس والمش مهتم بيبان، وهنا بيبان الستايل بتاعت الشخصيه نفسها. هنا انا في الايام الاخيره ما بقتش احب شكل لبسها، مش عارف السبب ايه، حتى شعرها عادي جدا تمانيناتي اللي هو الويفي على ورا، حسيتها مش يعني مش مديه قيمه للايفنت او للايفنت الايفنت الصغير المصاير يعني. حلو. سوشا كمان هنروح عندنا بينيلوبي كروز اللي تألقت بفستان اخضر في زولاندر 2، عايز اعرف رايك في الدرس والاطلاله. هنا بيبان الفرق بين الصوره اللي قبلها والصوره دي، هو نفس الايفنت ونفس الفيلم، بس بص شكلها قد ايه سامبل وما فيش اي حاجه، بس القماشه والشكل والتفاصيل والتفاصيل والجزمه الذهبي اللايقه مع اللون الاخضر اللي هو ترندي قوي السنه دي وهنشوفه حتى في الصيف، وده ربيع صيف السنه اللي جايه اللون ده فاشن قوي. وبعدين الجولدن يعني مع الاخضر الاخضر اللون الاخضر ده. وبعدين في حاجه ذكيه جدا هي عاملاها، شخصيتها في الفيلم نفسها شبه الفستان شبه الفستان اللي هي لابساه دلوقتي، وده اي حد هيشوف الفيلم هيفهم قد ايه الموضوع مهم، برضو مش موضوع سايب، هي من الناس اللي بتهتم شكلها دايما حتى في الشارع عشان مهتمه بالفانز ومهتمه بالناس اللي بيهتموا بيها كشخصيا كممثله، عايزه دايما بتبان بنفس الشكل ودايما ترندي ودايما ان، والممثلين بيبقوا عند حسن ظنهم دايما عندهم حاجه مهمه جدا، بيقول لك يعني ايه الحاجه اللي خلي نفسي دايما محور حديث الناس عشان دايما ابقى على باج، دايما ابقى في الصفحه attention. والمخرجين attention. بيسمعوا عني، يعني دي مشكله بالنسبه لهم، يعني لما تبقى ممثله او ممثل ما عندوش اي حاجه والامور هاديه وما فيش اي مشاكل بيتنسي، فلازم دايما في احداث في جدل. عشان يتكلموا عليه عشان يبقى دايما موجود ويبقى دايما في الصف الاول، فلما يجي فيلم او حاجه هنختار مين؟ طب ده بيتكلموا عنه الناس، وده بقى مهم جدا في على الفيسبوك وفي على كل السوشيال ميديا. نرجع تاني للفنانه كريستين ويك ونشوف اطلالتها، يمكن تغير رايك. لا ما يعني الفيونكه اللي في النص الكبيره قوي الاورنج اللي ملهاش اي علاقه بالفستان، حسيت ان هي حبت تعمل حركه، بس هنا باكد انه ذوقها او اهتمامها باللبس يمكن ده ذوقها فعلا زي ما هي من الناس اللي لازم حد يكون موجهها،
لازم حد يقول لها هتلبسي ده وتلبسي ده وتلبسي ده. الفستان يعني حتى الكات بتاعته من فوق نازلة فمش مدياها في بعد مسافة هنا، يعني حتى الوسط جاي عند منطقة الوسط اللي هي ممكن تبين جسمها حلو وراحت متخناها بالفيونكة دي. الفيونكة دي تبقى حلوة لو الفستان ضيق وطويل فتبقى محلها حلو وتدي شارمي أكتر. الفستان قصير بتهيألي يعني وجهة نظر لو هي كانت مليانة شوية من فوق كانت ممكن مش عاجبني. والإيفانت أصلا مش بتاع الساندلز اللي هي يعني هي مغمقاه حسيته مش ناجح. انت هي مش عاجبك؟ لا هي هي كشخصيه هي كممثله رائعه جدا. بنتكلم عن اللوك بتكلم لوك بس، بس هي كممثله ممثله شاطره جدا وناجحه جدا في مجالها. بس انا بتكلم فساتينها يعني بقى لنا اسبوعين دلوقتي بنتكلم عليها كل مره اوحش من اللي قبلها. انا اسف يعني. اكيد نرجع تاني لبينيلوبي كروز ونشوف الاوبننج في زولاندر في لندن. حلو جدا. هنا عاوز اقول الفرق، لندن دايما فيها بهرجه اكتر يعني المانيا يعني حتى الأحداث الثقافية والأحداث الفنية والحاجات دي أوكي هم بيهتموا جدا بالأرت في ألمانيا، بس الأرت بتاعهم بيتوجه للبانت لحاجات تانية رسوم وحاجات تانية. لما تقول سينما وفن ومطربين ومش عارف إيه بتلاقيهم هم ياخدوا الصف الثالث أو الصف الثالث هوليود لندن باريس وبعدين ممكن تيجي ألمانيا. هنا أنا شايف إنه الفستان هي ادته قيمة مع المكان إنه طويل بس مع إنه فتحة. طويل بس الفتحة اللون حركة الشعر هي حابة تدي حتى لو الجزمة لو تشوف نفس لون الفستان بالضبط هي مدية اهتمام مدية عايزة attention عايزة ناس تتكلم عنها وهي ناجحة في الموضوع ده. أنا عاجبني جدا شعرها ما كانش فيه تغيير عن الدرس القصير بس برضو لا كان موفق. شوية بومبي عشان يبقى لايق على انه ايفنينج دريس. التاني كان سامبل قوي هي من الفنانات اللي بتحب دايما شعرها سايب مش من النوع اللي بتاخد هو لايق على وهي بص هي وشها بيليق عليها كل حاجه يعني عشان تقطيع وشها صغيره هي واخده بالها من جسمها تلعب رياضه كتير وده باين في تقطيع وشها فشايف انه هي من الناس لون شعرها فهي بتحب اللون الشعر ده يعني غالب الوقت لما بنشوفها يعني تقريبا مرتين شفناها بلوند بس ما كانش حتى بلوند اللي هو عليها زي ده. بس هو ده اللون الشعر اللي بقى عليه. طيب سوشا نروح كمان لجوردن دان في اوبننج للفيلم وعايز اعرف رايك في الدرس السماوي. ده من يمكن الفستان اللي هياخد المرتبه الاولى عندنا في الاسبوع ده. عجبني جدا الفستان قد ايه هو كوكتيل دريس بس في نفس الوقت اوت كوتشور مدي اوت كوتشور يعني حاجه بتتعمل بالايد ويعني ليها حساب كتير فاهم قصدي. هنا عاجبني التوب ده ممكن اللي يكون هو اخذ وقت من الديزاينر جدا جدا وده التوب بعيد عن الجوب بس في نفس الوقت تحسهم ماتشنج مع بعض وعلى جسمها وعلى جسمها حلو جدا مبينها لون شعرها حلو شكل شعرها اللي هو ويفي القصير اللي هو مدي ريترو بس ريترو مودرن ريترو بس ريترو بتاعنا بتاع عصرنا دلوقتي. عايز اقول ان اللوك عجباني جدا يعني من اللوك الناجحه جدا جدا ولايقه على الخلفيه ولايقه على الفيلم ولايقه على المهرجان ولايقه على اللون الازرق فعجبني ولدان يعني تعرف انه الممثله او تبقى ليها درايه بالخلفيه بتاعت الصور والدخله عشان تبقى عامله حسابها طبعا أكيد. فهنا انا عاجبني جدا كله لايق على بعضه يعني أوكي. ومش حتى اكسسوري لو نلاحظ هنا لو اي حد عرب عربيه او في ايفنت زي ده عمرها ما هتخرج من غير حلق ولا عقد ولا خاتم هي مخليه الفستان هو اللي يبقى كل حاجه ممكن عشان الفستان اوريدي في شغل كتير فحبت انها تبقى سيمبل في اللوك بتاعها بس ده ما عندناش احنا مش في عاداتنا وتقاليدنا فلازم يكون كتير قوي لا مش دايما عشان تبقى ما نلزمش الناس كلها الاغلبيه والطالما الاغلبيه اكتر فيبقى هو ده الموجود للاسف بس احنا بقى عندنا تاتش برضو عالي قوي في الفاشن طيب سوشا هننتقل كمان لفيلم ذا تشويس الاوبننج بتاعه معانا تريسا بالمر عايز اعرف انا بحب ادوارها جدا ولو تشوف ادوارها بتختار ادوار لايقه عليها جدا واحده بتختار ادوار لايقه عليها جدا يعني بتختار لبس لايق عليها جدا يعني انا عاوز اقول ان اللون بالشفافيه اللي فيه بالتطريز اللي هو الورد الصغير حسيت انه كله لايق على بعضه بونيتال شعر سامبل ما فيش اي زحمه لايق على افتتاح فيلم في نفس الوقت هي موجوده بشخصيتها مديه قيمه للايفنت نفسه عاجبني يعني حلو جدا يعني
شايف لو مثلا كانت سيبت شعرها كان ممكن يطلع احلى لا الفتحه اللي في الفتحه اللي في الفستان من ورا بحته الشفافيه هي عايزه تبين عشان تقريبا هي دي الحركه الوحيده الموجوده في الفستان فلمت الشعر في نفس الوقت سايب من ورا وبينت حركه الفستان اللي من ورا تقريبا الفستان ده جيور تقريبا مع ان دراس يعني بيتي دايما بتحس ان هي ريسكي شويه انها تاخد الريسك تبقى لابسه بيتي او احمر على لا بيتي على بلوند دايما بيبقى حلو يعني لما تبقى بلوند بس هو ما بقاش لايق في حاله واحده لما تبقى بلوند ولابسه بيتي وعامله ميك اب كتير أكيد. هنا يبقى الموضوع بيكبر في السن وما يبقاش حلو وبيتخن بيعمل كل الحاجات هنا ميك اب خفيف وعامله الميك اب كله على التان كولر كله بيج في برونزاج في بني بسيط فلايق على النبيتي وفي نفس الوقت لايق على الموفقه اتلالتها كانت موفقه جدا. نروح لعرض تاني فيلم تاني ومعانا الكساندرا دادريو عجبني الفستان قصير بالورد ال 3D الورد بيبان كانه بارز بس هو مش بارز الفستان حلو جدا الوانه حلوه جدا عاوز اقول لك انه دي هاند او تاتش من الكولكشن اللي احنا هنشوفها في الربيع والصيف بعد كده بتلاقيها على اي حاجه يا سوشا؟ بتلاقي على خاصه احنا الواننا هنا في العالم العربي الاسمر والبني بتلاقي عليه جدا بتلاقي على الالوان الفاتحه هنا شعرها حسيته لو كان ملموم مع الورد الكتير ده كان ممكن يديد شعرني اكتر بس يمكن هي ما سابتش ما لمتش شعرها عشان هي تقطيع وشها طويله فحبت انه تقلل من الحته دي وهو باين في الصوره جدا الميك اب والشعر مش عاجبني اكتر الفستان عاجبني اكتر من الميك اب كان ممكن يطلع كمان احلى لو كانت عملت لمه معينه او شكل تاني طب نروح لفيلم هير سيزر اللي كان بطله جورج كلوني وطبعا كان معاه مراته اما كلوني عايز انا عايز اقول ان الفستان ده كان حديث المجلات كلها في الوقت ده يعني كان موجود على كل ال اي ثينك هي بتحب الكات دي لا يعني مش بالضروره بس هي عايزه تبقى ملكه رانيا ستايل ملكه رانيا هي كل لبسها من اول ما عرفت جورج كلوني بقى له مقاييس ثانيه مختلفه عن مقاييسها عايزه تثبت نفسها انا موجوده وفعلا هي نجحت في ده هي موجوده بالاليجنس بتاعها وبالاشياء بس انا بقول يعني تحديدا انه الفستان ده خد صيت كبير جدا على الانترنت ليه بقى يا سوشا اشمعنى؟ عشان البساطه بتاعته عشان الكات اللي هي الفيفتيز الموضه بتحسه فيمينين بتحسه يانج فيري يانج ستايل والورد اللي هو البارز المكثف وبعدين بتحسه متفرع على الفستان كانت لابسه دراس كده فاكر اول ما فرحة كانت لابسه دراس شبهه بس كان بكم تقريبا كان في فلاورز كان نفس كان نفس الستايل ده وكان تقريبا نفس الطول الفرحة تقريبا كان نفس الشكل ده وكان برضه لمت شعرها اللي هي على جنب لو كان شعرها سايب كله كان ممكن يدي شكل احلى لوشها حسيت انه الشعر اللي على جنب دارت وشها في مساحه كبيره هنا ما كانتش هي في صور تانية بتبان احلى من كده اوكي معانا من نفس العرض الخاص النجمه أليسون بيل وعايزه اعرف ايه في الدرس بقى سمبل جدا الفستان ما فيش اي حاجه هو لونه حلو خلي بالك انه الفستان هو الكورساج مدي يعني بالفرنسي 18 سيكل يعني القرون الوسطى اللي ما فيش بنسات هنا هو بتاع جسم تاني مش بتاع جسمها فهنا مخلي عاوز جسم زي مخلي الحته دي فلات مش باينه هو ده فلات هيبان فلات في الوقت ده اللي بيبقوا بيلبسوا خيوط كتير من ورا بس هو لازم يعمل حركه من فوق هو لما علاته فوق جدا وهنا ما فيش حاجه ظلمها شويه خلى فيه تخانه في الوسط فالفستان بقى حته واحده مش يعني عاوز حد مليان شويه من فوق هو لايق على الايفنت بس كشكل مش فستان ممكن كان يبقى حلو على حد تاني بس عليها على جسم تاني كان ممكن يبقى حلو جدا مع انا شايف انه شوز تانيه يعني لو كانت شوز ديكولتي اكتر مفتوحه اكتر وما يكونش لونها اسود عشان هي لابسه موف بيتلون لو لبست حاجه على سيلفر كان هيبقى شكله حلو جدا من الشوز السوداء اللي هي لابساها. ماشي نروح كمان للنجمه بيلا هيثكوت وعايزه اعرف رايك في الدرس الاسود. هنا مش عارف علاقه الحزام الجلد في النص يعني ما فهمتش هو تقريبا جامب سوت بس مفتوحه فتحتين من عند رجليها ليه انا حاسه درس ولا لا هو تقريبا عشان هي ماشيه بس ممكن بس هو هنا باين في الصوره انا ما شفتش الايفنت ده بس انا مش عارف ايه علاقه الحزام اللي في النص ما
حسيته مش مدي اضافه للفستان في نفس الوقت. الحزام طريقه الشغل والكات ما عجبتنيش. لمت شعرها حلو، هي عندها بيبي فيس وعجباني وعجبني طريقه الميك اب، بس الفستان ما حسيتوش ناجح، خاصه الشوز اللي هي لابساها اللي هي الهاف بوت دي مع فستان سواري زي كده، خليته تشيب شويه. خليته، انا ما بحبش الهاف بوت في فستان سواري خالص، حتى لو كان قصير يعني، الا لو يكون مفتوح بسيور كتيره فمبين الرجل اوكي، بس هنا شتوي قوي مع حاجه سواري بروتيل من فوق شتوي قوي من تحت، حسيت انه ما فيش توازن في الموضوع نفسه يعني. طب نروح كمان للنجمه إلي بامبر، عايزه اعرف رايك في الدرس بتاعها. هنا عجبني لون الفستان جدا، وهنا في الصوره تقريبا مش واضح، بس هو لون الفستان كان حلو جدا مع لون شعرها. لمت شعرها حلوه، الفستان حلو بالورد اللي فيه عشان الورد موضه دلوقتي. الفستان بالنسبه للايفنت حلو، فستان موفق. بس مش شايف مثلا، انا من وجهه نظري ان لون الدرس يا سوشا ماتشنج قوي مع السكن بتاعها او نفس لون السكن، هو ده الفاشن. ريسكي قوي؟ لا هو ده الفاشن دلوقتي. يعني الاول كانت لو واحده سمر لا لازم تلبس لون فاقع او تاني عشان تبان، وده النظريه دي موجوده عندنا احنا بس، بس بره قد ما تبقى كلك نفس اللون فعلا قد ما يبقى احلى ويدي اليجنت ويدي شياكه ويدي حاجه يونيك. هنا لونها هي الاورنج، الشعر الاورنج مع اللون الروز اللي مدي شويه اورنج، كان حلو جدا. جدا جدا حلو للايفنت. رايك في كل اللوكات اللي احنا شفناها، مين كانت اكتر واحده موفقه في الاوبننج؟ اكتر واحده الفستان الاخضر القصير بينيلوبي، موفق جدا وشكله حلو جدا. والتاني اللي هو الفستان الذهبي جوردن، حلو جدا. اوكي طيب ارجع تاني لنفس السؤال اللي سالناه في الاول، شايف مصر واخده حقها في الاوبننج للافلام؟ لا انا بروح لكذا افتتاح فيلم ببقى معزوم بروح، مش مدين اهميه لا للفيلم ولا للاوبننج، بتبقى يا لابسه كاجوال قوي يا مش مديه اهتمام. فانا بسال نفسي بقول هل ده عشان ما فيش اعلام يجي يصور الموضوع ده يغطي فهي مش هتبان بشكلها، او هي اصلا مش مهتمه، او هي دي العادات يعني. حسيت انه لازم يكون في اهتمام، لازم يكون في يعني ابهار للموضوع، عشان احنا الموضوع ده هو الفاترينا بتاعتنا في العالم العربي كله او في العالم الاجنبي. وخلي بالك دلوقتي احنا في موقع ان احنا كل الاجانب بتبص العرب عاملين ايه دلوقتي، في بحس بيجرى لنا سياسيا وكله، فاحنا يعني في بوينت ان احنا كل الناس بتشاهدنا، فياريت لو يكون الفن بتاعنا واخد نفس السيت يعني، كل حد بيدي اهتمامه الكتير في النقطه بتاعته. افتتاح فيلم لازم ابقى لابسه كوكتيل، لازم شعري يبقى معمول، ميك اب حلو، هروح اتعمل انترفيو اثنين ثلاثه حتى لو ما عملتش، هي الصورتين اثنين لو نزلوا على انستجرام دلوقتي او على الفيسبوق السوشيال ميديا خلاص هيقرب بقى حاجه خطر، فبقى حاجه في العالم بيبقوا شايفين، فهو ده. فانا اتمنى انه يكون في اهتمام يعني زي ما احنا شايفين يعني هوليوود الشرق اكيد طبعا. ميرسي يا سوشا جدا، النهارده حلقه كانت مختلفه وجديده بس اتبسطنا بيها جدا، يا رب تكون عجبتك. انت كمان ميرسي ليكوا يعني، نشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ودلوقتي نروح نكمل حلقتنا في عربوت، خليكم معانا. ذا ريفرنت بيتخلى عن صداره البوكس اوفيس، وبيحصل على المركز العاشر في سباق البوكس اوفيس الاسبوع ده فيلم جديد بيدخل السباق لاول مره، وهو فيلم الكوميديا والاثاره 50 شيدز اوف بلاك، بعد ما حقق ايرادات وصلت ل 7 مليون دولار. الفيلم قام باخراجه مايكل كاتس وبيقوم ببطولته مارلون ويينز وكالي هاك. I'm here to see Mr. Black. It's for the paper. To what do you owe your success? I have a natural instinct for what makes a person tick. Hannah? Christian. Ow! Ooh. That hurts. Oh, please, God! Ah! White girls, get that elevator fixed. Give me a smile. Okay, no smile. Don't ever smile again. So, how did you make your money? وبيتراجع للمركز التاسع الاسبوع ده فيلم 13 اورز سيكريت سولجر اوف بنغازي، بعد ما وصل مجمل ايراداته في اسبوع عرضه الثالث ل 44 مليون دولار. الفيلم من اخراج مايكل باي وبيقوم ببطوله جون كراسينسكي وجيمس بيج. بنغازي is under attack.
We need immediate assistance. You have a U.S. ambassador at risk. You gotta send us. You're not the first responders. You will wait. Let's go! We gotta move! We have no jurisdiction in this country. We're not even supposed to be here. Losing the initiative. Stand down! If you do not get here soon, we are all gonna die. None of you have to go. But we are the only help they have. وفي المركز الثامن فيلم ذا فيفث ويف اللي حقق ايرادات وصلت ل 21 مليون دولار في اسبوع عرضه الثاني. بيقوم باخراجه جاي بلاكسون وبيقوم ببطوله الفيلم كلوي جريس مورتز وماثيو زاك وجابرييلا لوبيز. It stopped 250 miles above the earth and is now orbiting our planet. We called them the others. And what do they want? Earth. That's the reason they're here, Cassie. They need the earth. First, they took our power, throwing the world into chaos. Then they took our cities, laying everything to waste. Next, they took our lives with an unstoppable airborne virus. Worst of all, they took control. The others were already among us, exterminating anyone who survived. وبيتراجع الاسبوع ده فيلم الرعب ذا بوي وبيحصل على المركز السابع بعد ما وصلت ايراداته ل 22 مليون دولار في اسبوع عرضه الثاني. الفيلم من اخراج ويليام برينت بيل وبيقوم ببطولته لورين كوين وجيمس راسل. You okay? I needed someone else to see it. See what? If you leave him alone, then I'll give you a sign. This is like some kind of magic trick, right? It's not a trick. Tell me about the real Brahms. He was downright strange. A little girl from town used to come out here to play with Brahms. They found her body in the woods. By the time the police arrived, the place was up in flames. Brahms didn't make it out. Hello? No one's been out there for years. وبيحصل على المركز السادس الفيلم الكوميدي ديرتي جراندبا اللي بيحقق في اسبوع عرضه الثاني ايرادات وصلت ل 25 مليون دولار. قام باخراج الفيلم دان مازر وبيقوم ببطوله الفيلم روبرت دينيرو وزاك افرين. Don't understand why you have to drive down to Florida. We just had the funeral. Your grandmother and I were there at this time every year. It just seems like we're cutting it a little close with the rehearsal brunch on Friday. I know. Can you take my car, Sadie? I need the SUV for the wine. Now let's get in that giant Libya you drove up in and get out of here. وفي المركز الخامس فيلم الاكشن الكوميدي رايد الانج 2 اللي وصلت ايراداته في اسبوع عرضه الثالث ل 72 مليون دولار. الفيلم من اخراج تيم ستوري بيقوم ببطولته ايس كيوب وكيفن هارت. You need to get me something on this guy. Two days tops. So get a team together and fix this. Miami, James, I'm going. Make sure you're back in time to make me Mrs. Blackhammer. Hey, Ange, you know where my thongs are? Check my top right drawer. Wow. Oh, they were in my panty drawer, not yours. We're gonna go by Miami PD, let them know we're here. Oh, what's your problem? You're at my desk. Oh! Soft tissue manipulation. Ah! Detective Payton. Detective Cruz. I'm not shaking your hand after that. Everybody get back! Pope is moving contraband through the port. You're gonna help me get some hard evidence on him. How do we get in undetected? Name? Prince Admiral Stephen Matumbe. Plus my two servants. I'm not your servant. Hey, you are what I say you are! Sign of respect. I cannot feel my face. فيلم جديد بيدخل سباق البوكس اوفيس الاسبوع ده وبيوصل المركز الرابع وهو فيلم الاكشن ذا فاينست اورز واللي حقق ايرادات في اول اسبوع لعرضه وصلت ل 13 مليون دولار. قام باخراج الفيلم كاك جلاسبي وبيقوم ببطولته كريس باين وكيسي افليك وبين فوستر. You go up on deck and have a look. We got maybe 3 hours, and then we sink. وبيحصل على المركز الثالث الاسبوع ده فيلم المغامرات والخيال العلمي ستار وورز ذا فورز اويكنز بعد ما وصلت ايراداته ل 899 مليون دولار في اسبوع عرضه السابع. الفيلم قام باخراجه جي جي ايبرامز وبيقوم ببطولته ديزي ريدلي وجون بويجا.
I'm no one. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. المركز الثاني في سباق البوكس اوفيس وبيحصل عليه فيلم المغامرات والاثاره ذا ريفننت اللي وصلت ايراداته في اسبوع عرضه السادس ل 142 مليون دولار. قام باخراج الفيلم اليخاندرو جونزاليس انارتو ويقوم ببطوله الفيلم ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي. على قمة سباق البوكس اوفيس وفي المركز الاول فيلم جديد بيدخل السباق لاول مره وهو فيلم الانيميشن الكوميدي كونج فو باندا 3 اللي حقق ايرادات في اول اسبوع لعرضه ووصلت 48 مليون دولار. الفيلم قام باخراج اليساندرو كارلوني وجينيفر يو وقام بالاداء صوت جاك بلاك وبراين كرانستون وداستن هوفمان. Must take the next step on your journey from warrior to teacher. But I'm no good at it. Oh no, it's the dragon teacher. He's so handsome. What? Oh, hey, Dad, what's up? You're terrible at it. Who are you? I'm looking for my son. Dad? Give your old man a hug! How do we know he's even related to you? Look at that! Come with me. There's a secret panda village in the mountains. Welcome home, son. You look just like me, but a baby. You're like me, but old. Oh, he's adorable. لو عايزين تعرفوا سبب رفض والد ليلى فوزي جوازها من أنور وجدي خليكم معانا وهتعرفوا. الفنانة ليلى فوزي فيرجينيا أو جميلة الجميلات زي ما كان بيتقال عليها في السينما. اتولدت في اسطنبول لأب مصري وأم من أصل تركي واللي كانت حفيدة لقائد في الجيش التركي أثناء الحكم العثماني. ليلى فوزي كانت متعلقة بالفن من صغرها وتوقعت جدتها أنها لما تكبر هتكون نجمة وليها مستقبل كبير، والبداية كانت حصولها على لقب ملكة جمال مصر سنة 1940. والغريب أن بداية دخول ليلى فوزي لعالم الفن كان كله مشاكل ليها ولعائلتها، لأنها لما بدأت تدرس التمثيل في مدرسة قاسم وجدي لإعداد الوجوه الشابة شاف فيها مدير المدرسة موهبة كبيرة، فقرر أنه يخليها تشارك في فيلم سينمائي جديد، لكن جوز أختها اللي كان رجل أعمال كبير رفض لأنه شايف أن الشغل في السينما عيب، وطبعا أقنع والد ليلى كمان أنه يرفض دخولها عالم الفن. حاول قاسم وجدي اللي كان مقتنع بموهبة ليلى أنه يغير رأي والدها، وبدأ يستخدم فعلا أسلوب الضغط بالفلوس، خصوصا ان والد ليلى في الوقت ده كان مهدد بالافلاس، لكن من الناحيه الثانيه كان جوز اختها بيضغط هو كمان على والدها وكان بيساعده من ماله الخاص. لكن في النهايه انتصر حب ليلى فوزي للتمثيل ووافق والدها انها تدخل مجال الفن، بس تحت مراقبه شديده جدا منه، وفعلا بدات اول خطوات مشوارها الفني وكان عمرها 14 سنه، وكان دور تلميذه في فيلم مصنع الزوجات للمخرج ديازي مصطفى، واللي كان بيقوم ببطولته انور وجدي ودوله ابيض وعبد الفتاح الاسري. ومن الاشاعات اللي اتقالت ان فريد الاطرش اتقدم علشان يطلب ايد ليلى فوزي في الوقت اللي كانوا بيشتغلوا مع بعض فيلم جمال ودلال، وبرغم ان فريد الاطرش وقتها كان نجم من نجوم الغنى والتمثيل، لكن والدها رفض واعتذر له علشان فرق السن الكبير اللي كان ما بينهم. اما بقى اشهر قصه حب فكانت بين ليلى فوزي وانور وجدي، واللي بدات في فيلم من الجاني اللي شاركوا في بطولته هما الاثنين مع عباس فارس وامينه رزق، وده كان الفيلم ال11 لليلى فوزي وكانت بدات طريق الشهر. والكلام اللي اتقال وقتها ان انور وجدي ما صرحش بحبه لليلى فوزي، خصوصا ان والدها كان دايما معاها في اوقات التصوير، لكن كان مهتم بيها جدا ودايما بيمدح في ادائها ودايما بيتكلم معاها باهتمام. وعشان كده قرر انور وجدي انه يروح يطلب ايديها من والدها، لكن والد ليلى فوزي رفض وقال له انا بنتي لسه صغيره
ومش هخليها تتجوز دلوقتي. فرد انور وجدي وقال له مين قال اني عاوز اتجوزها دلوقتي، انا عاوز اتجوزها بعد سنتين او ثلاثه. وقدام اصرار انور وجدي اضطر والد ليلى فوزي انه يكلمه بشده ويقول له انا مستحيل اجوزك بنتي لاني سامع عنك انك لاعبي وبتاع ستات وكل يوم مع واحده وانا مش ممكن اقبل انك تكسر قلب بنتي. وطبعا الكلام ده ضايق انور وجدي جدا وخلاه يصرف نظر عن الموضوع. اتجوزت ليلى فوزي ثلاث مرات، المره الاولى كان جوازها من الممثل والمطرب عزيز عثمان اللي كان صديق والدها وفي سنه تقريبا، وكانت ليلى واخواتها بيعتبروه في مقام والدهم، لكن عزيز شاف في ليلى الزوجه اللي بيتمناها وعشان كده طلب ايديها، وفعلا اتخطبوا واتجوزوا، بس جوازهم ما استمرش كتير لانه كان بيغير عليها جدا. ومره تانية بتقابل انور وجدي وليلى فوزي، والمره دي فيلم خطف مراتي مع فريد شوقي وصباح، وفي الوقت ده كان انور وجدي بدا يظهر عليه المرض، فطلب من ليلى انها تسافر معاه فرنسا في رحله علاجه، وعلى طول وافقت ليلى على طلبه. واول ما وصلوا فرنسا فجاء انور وجدي واخدها للقنصليه المصريه، وهناك طلب منها الجواز وفعلا وافقت ليلى واتجوزوا، وسافروا بعد كده للسويد عشان يقضوا شهر العسل. لكن انور وجدي كان بدا يتعب جدا وبدات حالته الصحيه تتدهور، وبرغم ان انور وجدي عمل عمليه جراحيه بس للاسف ما نجحتش، واكد الاطباء وقتها انه ما فيش اي امل في علاجه. واللي ما حدش كتير يعرفه ان انور وجدي قبل وفاته بايام اصيب بالعمى وما كانش بيشوف، وبعد 4 شهور من جوازهم اتوفى انور وجدي في السويد. وفضلت ليلى فوزي بعد وفاة أنور وجدي ب3 سنين في حالة حزن ورافضة أنها تقدم أي أعمال أو تشارك في أي أفلام. وبعد فترة قابلت ليلى فوزي المذيع الإذاعي جلال معوض من خلال حفلات أضواء المدينة اللي كان بيشرف عليها وبيقدمها. قالت ليلى أنها اتفاجئت بيه بيكلمها وبيطلب منها أنها تقدم الفنانين اللي قابلتهم على المسرح في الحفلات، لكن هي رفضت لأنها تتكسف من مواجهة الجمهور، لكن بعد كده اضطرت ليلى أنها توافق، خصوصا بعد ما كلمها عبد الحليم حافظ بنفسه أكتر من مرة بيطلب منها نفس الطلب. ومن الوقت ده بدأ اللقاءات والكلام بينهم يزيد، وبعد كده طلب جلال معوض الجواز من ليلى فوزي اللي وافقت، وكانت دي ثالث واخر جوازة لليلى فوزي. قدمت ليلى فوزي على مدار مشوارها الفني اكتر من 80 فيلم سينمائي، منهم سفير جهنم والبؤساء وخطف مراتي وبورسعيد، وطبعا دور فيرجينيا جميلة الجمالات في فيلم الناصر صلاح الدين، وقدمت حوالي 40 مسلسل كان منها علي زيبق وبوابة الحلواني وهوان الجاردن سيتي. كاميرا عرب وود كانت موجودة في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، وحضرت فعاليات المهرجان وكان لينا عدد من اللقاءات مع النجوم اللي كانوا موجودين في المهرجان. تعالوا نشوف قالوا لنا ايه. أنا لما غبت تهيألي الناس نسيتني لأن غبت فترة طويلة، وأنا نسيت، أنا شخصيا نسيت. كون الأفلام القليلة جدا اللي أنا عملتها لسه عايشة في أذهان الناس، وفي ناس بتعمل مئات الأفلام وبرضو تفتكر لها 3 4 5، فحظي كويس ومصريين حلوين ولسه فاكريني، دي أكبر يعني هدية ليا. وأنا شاكرة جداً للمهرجان وشاكرة جداً لكل الكلام الحلو اللي اتسال، وشاكرة جداً إن أنا لسه في أذهانكم وفي وجدانكم. أشكركم. أنا فاكرة الأقصر وفاكرة الجرنة يعني حاجات كتيرة في الأقصر تتقدمت بطريقة مش معقولة، مدينة حديثة جميلة لازم العالم يتعرف عليها. تصالح بوسي مع نفسها الانسان والفنان. انا طبعا ما اقتربش من بوسي كتير قوي، لكن حسيت فعلا ان في صلح. الصلح ده هو اللي بيدي عمر فني وبيخليها فعلا مثلا يبقى نور بيشتغل عدد افلام نور مع ميرفت امين ربما 27 فيلم، يعني ضعفين اللي عمله مع بوسي. ورغم ذلك تحس المسائل كانت منتهيه، زوجين حاجه، اتنين فنانين حاجه، ان نور يعتذر عن فيلم هي توافق عليه والعكس. الجزء ده اللي هو بيقتل الحياة الفنية عندما ترتبط بجزء إنساني كانوا حسموه هما الاثنين
وده كان جزء مهم. انا اتمنى ان يبقى في شغل وشغل كتير كمان عشان خاطر فعلا الواحد بيعيش حياه جوه العمل الفني وبتبقى ريليف ليك ولاعصابك من حياتك الخاصه. بعد ساعات بنسى انه مش موجود، يعني بحس ان انا بتكلم عن هو موجود، وبعد ساعات لما بحس الله ده بجد بتخض، فمش قادره ارد عليك قوي لان انا نفسي في مرحله يعني لسه مش 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 مظبوطه قوي، لكن انا بتكلم عليه بحس انه موجود كانه سامعني. يعني واحنا صغيرين ياخدني انا وساره نروح الاوبرا، وكان زمان بقى الاوبرا لبس لازم، فنلبس وننزل وهو يلبس البدله ونروح واقعد، حتى لو مش عاجبني ومش فاهماه يشرح لي، يبقى عندي العلم بشيء اخر انا مش عارفاه، فن مختلف ممكن ما احبوش بعد كده لكن لازم يبقى عندي فكره عنه. هو علمني ان انا اشوف حاجات مختلفه، اجرب حاجات مختلفه، ما تعجبنيش بعد كده ما اعملهاش، لكن اجربها مره اروح اشوفها، يبقى عندي علم بالنواحي المختلفه في الحياه وفي الفن. هو مخلف بنتين وملوش اخ مثلا، فانا مثلا لي عمي فسيب عمي ياخد العزاء، فانا هو ده الموقف، فانا ما احبش غير ان انا اخد عزاء ابويا لان انا اللي صلبه يعني. فالموضوع سهل وبسيط جدا، انا بنته انا صلبه، انا عايزه اقف ان انا اخد عزاء. الاكاديميه البحريه كرمت عدد من النجوم اللي كانوا مشاركين في حمله الدكتور مجدي يعقوب واللي كانت بعنوان قلب سليم في جسم سليم. كاميرا عرب ووت حضرت التكريم وكان لينا عدد من اللقاء. والله هو يعني متهيألي ان هو ده واجبنا، يعني ان احنا نشارك في اي حمله اي حاجه فيها خير لازم الواحد يكون يبادر ان هو يشارك اول واحد يعني. وكمان في تكريم ليا عن مجمل اعمالي النهارده، فده شيء يشرفني يعني. والله انا مبسوط جدا ان هم اهتموا وخدوا بالهم ان احنا من الاعمال التطوعيه دي، لان احنا بنبقى مقدمينها انا وملحن او الموزع بشكل تطوعي ما بناخدش عليها اجور، وبيبقى الحمد لله نيتنا خير، وكان نيتي خير انا وملحن الكبير فنان عمرو مصطفى، والحمد لله ان هي عملت صدى عند الناس كبير، وموضوع التبرعات الحمد لله كانت حاجه ايجابيه فيه، فانا بشكرهم على ان هم حسوا بالتعب اللي احنا عملناه، والنهارده التكريم ده بالنسبه لي حاجه كبيره الحقيقه. والله انا عايز اقول ان احنا لازم نشارك في اي حاجه ليها علاقه بالبلد، ان احنا نقف جنب بعض ونزق بلدنا لقدام، زائد ان انا طبعا بتشرف ان انا بتكرم النهارده من الاكاديميه اللي انا واحد من ابنائها، وبفخر بده جدا في كل حته في الدنيا لما بقول ان انا احد ابناء الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. واتمنى يا رب دايما نجاح للاكاديميه وللبلد، وان احنا دايما نبقى لقدام في كل المجالات باذن الله. من ايام احتفل صناع فيلم الهرم الرابع بالعرض الخاص للفيلم بحضور ابطاله ونخبه من نجوم الفن، وطبعا كاميرا عرب ووت كانت موجوده في العرض الخاص للفيلم، وكان لينا عدد من اللقاءات مع صناع وابطال الفيلم. فيلم مختلف بيتكلم عن الهاكينج وعن شخصيه شاب هاكر، وازاي شخصيه شاب الهاكر دي ممكن تتطور ويستخدم يعني الهاكينج ده ازاي وفي ايه، وده ليه علاقه شويه بالسوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيها في جواها، يعني احنا عايشين في جوه ابلكيشنز، ففكره لو حد شاطر في الهاكينج هو ممكن يسيطر على ايه في حياتك. هي فكره جديده ويا رب تبقى معموله بطريقه محترمه. يعني هو الفيلم فيه ادوار كتير مهمه، طبيعه الفيلم مكتوبه بان اللي بيحركك الموضوع، فعندنا ناس كتير تشكر جدا جدا وشرفتنا ونورتنا، عامله مشاهد مش كتير في الفيلم ولكن ما اسمهمش عاملين ادوار صغيره، بالعكس هم عاملين ادوار ظهور خاص وضيوف شرف لينا بجد. انا عامله ضيفه شرف في الفيلم، لكن انا حاسه ان هو هيبقى فيلم مهم ان شاء الله، وشايفه ان اتعمل فيه مجهود حلو، واحمد حاتم عامل دور حلو قوي، ربنا يوفقه باذن الله. الحمد لله السنه اللي فاتت كانت موفقه، اذا كان في مريم او في حاره اليهود، وراضيه ومبسوطه الحمد لله، يعني شاكر ربنا الحمد لله. انا بصور مسلسل القيصر تاليف محمد نير واخراج استاذ احمد نادر جلال وبطوله يوسف الشريف،
والدور هيبقى حلو ومميز باذن الله. وبعمل مسلسل كلمه سر بطوله لطيفه واستاذ شمس سليم واخراج استاذ سعد هنداوي وتاليف استاذ احمد عبد الفتاح وناس كتير طبعا تانية، وان شاء الله برضو هيبقى حلو باذن الله. اللي رشحني في الفيلم هي جت انه احمد حاتم وبيتر ميمي هما الاثنين كلموني في نفس الوقت، قالوا لي احنا عندنا دور ليكي حلو قوي عايزينك تقري الورق. فقريت الورق وعجبت بالشخصيه جدا، وكمان الفيلم فيه اكشن ظريف قوي، فاتكلمت معاهم واشتغلنا على الشخصيه وخلاص يعني وافقت. معظم المشاهد يعني ما بيننا كانت ظريفه جدا، و قعدنا نشتغل عليها قبل ما نبتدي نصور، فده اللي ساعد ان احنا كاننا فعلا يعني ما كناش حافظين الكلام على قد ما هو كان بيطلع تلقائي جدا. انا دوري واحده بنت في الجامعه عندها يعني حوالي 22 سنه 23 سنه، طيبه جدا هاديه، بس هي بتحب يعني دايما تساعد الناس اللي حقها متاكل، ودايما بتحب تقف في صفهم وما بتحبش تشوف حد مظلوم، فده اللاين بتاعها يعني. ببارك لكل النجوم الشباب اللي في، والنجوم كلها كمان مش الشباب بس، اللي في فيلم الهرم الرابع. بتمنى لهم التوفيق ويكون فيلم يا رب يحقق اعلى ايرادات في الدنيا ويكسر الدنيا ان شاء الله. الحمد لله بفضل من عند ربنا ان النجاح ده كله. مسؤوليه كبيره مفروض عليا ان انا كل اللي جاي لازم اتقدم بنفس الشكل بتاع انا الصاحب عشان الناس حبت ده مني. الجديد اغنيه عنقود العنب دي مع الحان وتوزيع العالمي محمد رحيم وكلمات احمد راشد، وان شاء الله هتتصور على شهر 5 وهتنزل في الصيف ان شاء الله. يهمك في يا ترى ايه هو الكليب الجديد اللي هيصوره احمد حسن؟ النهارده معانا نجم شاب قدر يوصل للنجوميه في وقت قصير. النهارده منورنا نجم ذا فايف احمد حسن، مبسوط ان انت معانا النهارده ومنورنا في عربود. ميرسي ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انت مكسوف ليه؟ عادي. لا انا عايزك تفك كده. يلا بينا حبيبي. عايز احمد، عايز ابدا معاك من الاول خالص، مش عايز ابتدي من الاخر يعني من النجاح اللي انت محققه، وعايز ابدا من الاول خالص. تقول لي امتى ابتديت تغني وازاي امتى اكتشفت انك عندك موهبه الغنى؟ بص، هو موضوع الغنى ده كان بالصدفه. تمام. هو الموضوع كان وراثة شوية، ان عيلة والدتي بتغني وكده، يعني فيها ناس كتير يعني خلاني بيغنوا خالي وكده، فوالدتي بتغني، فأنا صغير كنت في المدرسة وبتاع، فاكتشفت الموضوع ده المدرسة بتاعت المزيكا يعني وكده. أول مرة ابتديت تغني غنيت فين؟ لوحدك في المدرسة، وبعد كده يعني أول مرحلة بقى عرفت إن أنت بتغني فعلا وصوتك حلو، عملت إيه؟ بص، أول مرة يعني أنا كنت ساعتها بلعب أورج، ف لقيت المدرسه بتاعت المزيكا قالت بعتت حد يعني الاولاد بتاع المزيكا يجوا. تمام. فلما رحت لقيتهم بتقول لي انت ايه اللي موقفك هنا؟ كان في كورال بقى وكده، فقلت انا ما اعرفش، هم اللي قالوا لي تعالى. اوكي. ف قالت لي طب بتعرف تغني؟ قلت لها مش عارف. قالت لي طب قول كده الحته دي. فرحت قايلها، فقالت لي خلاص. كان في ولد سولو وبنت سولو، رحت مرجعه الولد ورا طلعت انا قدام، سببت في اذى الولد. احمد، عايز ابتدي معاك بقى من المشوار الفني بتاعك على طول، وتقول لي عملت ايه؟ رحت هناك يعني هتكلم عن الكواليس اللي انت هناك وازاي اشتركت وعملت ذا فايف، بس خلينا الاول من الاول، رحت عملت ايه ورحت ازاي؟ بص، الموضوع في الاول كان بالصدفه. برضه يعني كان برضه صدفه، كان ليها دور معايا. تمام. ان انا قدمت في كذا برنامج وما حصلش نصيب ان انا قبلت. اوكي. ففي البرنامج ده صاحبتي هي اللي قدمت لي اونلاين. اوكي. واتقبلت، بس لقيتهم بيكلموني وقالوا لي احنا عايزينك في لبنان عشان المرحله الثانيه بعد كده. طب احمد، انت الاول كنت بتغني لوحدك، بعد كده يعني كذا حد كان بيغني لوحده، وبعد كده خرجت، وبعد كده عملته ذا فايف. تمام. عايزك تحكي عن الفكره، ازاي عملتوها؟ اتقبلت الموضوع ازاي؟ اصحابك كمان اللي موجودين اتقبلوا الموضوع ازاي؟ بص، انا كنت مقدم لوحدي، وكل حد فيهم كان مقدم لوحده ما عدا سعيد وبيم دي. اوكي. ف هم اللجنه بتاعت البرنامج قررت ان هم يختاروا، كانوا عايزين يختاروا 5 شباب عموما من اول من بدايه البرنامج. تمام. ان هم يعملوا جروب بوي باند جديد. اوكي. فكان الاختيار تم علينا ان احنا عادل واحمد وكاظم وسعيد وبيم دي. بس فانا وعادل كنا اصحاب من اول يوم في الاوتيل. تمام. احنا اصحاب من قبل موضوع ده فايف. فهو كان حاسس بصراحه في بدايه البرنامج، قال لي في احتمال، انا حاسس ان هم بيعملوا حاجه هتتم مش حاجه مفهومة. مش مفهومه. فقلت له مش مصدقه طبعا، يعني حاسس ان هو اي كلام في اي حاجه يعني. تمام. ف
لقيتهم قالوا لنا استنوا ومش عارف وكده فبعد كده قالوا لنا دخلونا قدام اللجنه تاني وقالوا لنا احنا فكرنا ان انتوا الخمسه تكونوا مع بعض بوي باند كويس وتكملوا بقيه البرنامج كذا فايف. تمام. كبوي باند بعد كده احنا اخترنا اسم ذا فايف. حد كده كان معترض في الموضوع؟ حد قال لا مش عايز اعمل الموضوع ده؟ كلنا يعني كلنا. محدش كان طايق حد؟ لا مش محدش كان طايق حد بس يعني انا وعادل كنا ماشي اصحاب وكاظم وسعيد وبي ام دي كانوا اصحاب لان هم كانوا مقدمين مع بعض. تمام. كاظم محدش كان يعرفه اصلا لان كان اللبنانيين كانوا بييجوا بس على التصوير. اوكي. قاعدين في بيوتهم يعني. فانا وعادل ما كانش عندنا مشكله ان احنا نكون مع بعض. تمام. وسعيد ومحمد ما كانش عندهم مشكله ان هم يكونوا مع بعض بس كلنا مع بعض. انتوا الخمسه ده مستحيل. كان كان الموضوع كان صعب شويه. بس خدتوا القرار واتفقتوا ان انتوا تبقوا مع بعض انتوا الخمسه وعملتوا ذا فايف. صح. مين كريت اسم ذا فايف فيكم؟ بما انكم اكيد اتخانقتوا كتير. مش اتخانقنا والله بس هو الموضوع في الاول كان اللي هم مستصعبينه لان كل واحد بيغني لون مختلف. اسم ذا فايف جه من هو بي ام دي اللي اقترح الفكره احنا كنا عايزين ننقي اسم سهل ويكون تمام. يعبر عن عددنا. اوكي. احنا خمس شباب وفي نفس الوقت يكون يعني مع الودن اللي هو الناس يبقى سهل على الناس. تمام. فاخترنا ان هو يكون ذا فايف. حلو. احمد خلصت البرنامج وناس كتير يعني الحمد لله ذا فايف نجحوا كمان في البرنامج والناس حبتكم. خلصتوا البرنامج ابتديتوا بقى تشتغلوا على نفسكم ازاي؟ اول خطوه عملتوها اول ما خرجتوا من البرنامج كانت ايه؟ بص هو احنا ذا فايف كان صعب ان احنا نتجمع كده من تلقاء نفسنا من غير شركه أكيد. انتاج. فالحمد لله بعد تقريبا في نفس اليوم اللي خلصنا فيه لقينا فعلا اللي يقدر يساعدنا ومضينا مع شركه انتاج كبيره. تمام. وبعد كده بدانا نعمل في يعني في الاسبوع بعد البرنامج على طول عملنا اغنيتين الحمد لله اللي هم اللي نزلوا. اوكي. بعد كده بعدها بشهر تقريبا سافرنا لدبي. اول انا بالراحه بقى كده اول طيب. اغنيه عملتوها الدنيا شباب. الدنيا شباب احكي لي الاول كان عملتوا ايه؟ مين كتب لكم الاغنيه؟ مين اللي حكم لكم الاغنيه؟ كان في اراء كتير في ساعه الاغنيه في تصويرها في الكلام ده ولا كنت تمام؟ بص الاغنيه اتسجلت في وقت واتصورت بعدها بفتره. تمام. يعني احنا اول ما خلصنا البرنامج على طول باسبوع سجلنا الاغنيتين. اوكي. كانت الشركه نفسها اصلا محدده الاغاني وعرضتها علينا لقينا الاغنيتين كويسين وكانت اسامي كبيره يعني اللي كاتب الاغنيتين نزار فرانسيس. اوكي. واول اغنيه كان ملحنها وموزعها ميشيل فاضل. تمام. والاغنيه الثانيه كانت هالي شرر كان تلحين وتوزيع هالي شرر. فالثلاث اسامي في المزيكا هم ناس طبعا يعني ناس كبيره. نزار فرانسيس رقم واحد في اكيد في لبنان وهادي واستاذ هادي واستاذ ميشيل طبعا رقم واحد برضو في لبنان. فالموضوع ما كانش فيه اختلاف في الاول خالص اللي هو بالعكس لما الاسامي اتعرضت علينا فقلنا يلا بينا. فسجلنا الاغاني صوت وبعديها بفتره سجلنا اول فيديو كليب اللي هو الدنيا شباب وكان من المفترض ان احنا نسجل الكليب الثاني بس حصل ظروف في دبي فرجعنا بلدنا بعد كده. طب احكي لي لما صورتوا الدنيا شباب الناس بقى كانت ردود افعال الناس كانت عامله ازاي معاكوا؟ عجبهم الموضوع ولا هو يعني الناس كانت اصلا مستنيه اللي هو عايزين بقى يشوفوا ذا فايف مع بعض تاني. كنا قعدنا تقريبا بعد البرنامج 3 شهور. اوكي. مش يعني مش شفناش مع بعض فاللي هم كانوا مستنيين بقى اللي هم يشوفونا مع بعض طبعا تاني. وفي ناس طبعا اتبسطت جدا لما لقيتنا بقى اللي احنا مسافرين في المطار وقابلنا بعض في المطار اول اغنيه دي كانت نجاحها اللي هو الناس مستنيه تشوف احنا هنعمل ايه. طبعا. فالحمد لله نجحت جدا والناس تقبلتها بشكل يعني رائع وحتى التصوير نفسه كان جديد. صورتوها في الصحراء في دبي. اوكي. في الصحراء بتاع دبي كان ان هم بتتكلم عن مجموعه شباب قاعدين في الصحراء. انتوا حد بيكريت معاكم افكار الاغاني اللي بتصوروها منكم ولا بيجي لك مثلا الكلمات بالالحان بكل حاجه وبتغنوها وتصوروها على طول؟ لا كانت الكليبين تقريبا كانت من فكره شركه الانتاج. اما بعد كده في عموما يعني ان شاء الله احنا بصدد ان احنا بنعمل البوم ان شاء الله فالموضوع هيكون مختلف شويه ان يعني احنا بنساعد برضو لان يعني مش كل حاجه هتبقى عليهم بالعكس هي المفروض شركه الانتاج بتبقى مع الفنان نفسه بيساعد واللي هما الاثنين بيساعدوا بعض عشان طبعاً. النجاح للشركه وللفنان نفسه. طبعا احمد في فرق كتير يمكن بتطلع وفي يعني بعد نجاحهم بتلاقي الناس كلها بتنفصل عن بعض يعني كل واحد بيغني لوحده الكلام ده انتوا ناوي تنفصل امتى عنه؟ لا الكلام ده يعني هو بص الفكره عموما في البوي باند كفكره ان احنا من كذا دوله عربيه ده الموضوع ده جديد وان احنا شباب لسه صغيرين في السن البوي باندز اللي موجوده دلوقتي في الوطن العربي يعني
سنهم مش يعني احنا اصغر ناس تقريبا عملت الموضوع ده سنا يعني. سنا اما فكره ان احنا نسيب بعض فده مش في الخريطه خالص حاليا يعني. لا احنا الحمد لله عارفين ان الناس حبانا كلنا مع بعض، ففكره ان حد ينفصل ده مش في دماغنا خالص ولا هتبقى في دماغنا عموما في الفتره اللي جايه. انا بقول لك هنعمل البوم ازاي يبقى فيها فكره. انتوا كل واحد بيغني عندكم كل واحد ليه لون ولا كل ولا في حد قريب من حد تاني بيغني؟ محمد بيغني راب اوكي وبيغني معانا برضو تمام. سعيد بيغني الستايل الغربي شويه والانجليش. عادل الراي او المزيكا السريعه وبرضو بيغني طربي شويه. كاظم بيغني طربي برضو بيغني جبلي. يعني متنوعين كلكم، ممكن كل واحد بيغني كل حاجه عادي. بس يعني لما بنعمل اغنيه واحده حلاوه الموضوع ان هو بيبقى كذا كذا ستايل مزيكا. بس بعد اول اغنيه عملته بعد كده بالغرام وبالغرام ما شاء الله برضو كسرت الدنيا، يمكن بقى لها وقت قصير بس يعني ما شاء الله ناجحه مع الناس والناس حباها. عايز اتكلم عن الاغنيه، مين كتب برضو الاغنيه؟ نفس برضو كان نزار فرانسيس وكانت الحان وتوزيعها. طيب صورتوها فين؟ هاني شرار. كانت في البراري اوكي في دبي برضو. مش ناويين تصوروا في مصر يا احمد ولا والله على حسب اللوكيشن نفسه بتاع التصوير يعني. بس ان شاء الله يعني في بقى تبقى هنصور ان شاء الله يعني هنسافر عموما او هنعمل تور ان شاء الله في الدول العربيه كلها، وعلى حسب الاغاني بقى ان شاء الله هيكون اللوكيشن نفسه بتاع التصوير ان شاء الله. حفلاتكم بتبقى شكلها عامل ازاي؟ عملتوا حفلات بعد ما خلصتوا البرنامج ولا لسه مش عارفين تتجمعوا بتلاقوا صعوبات؟ بصوا حاليا فكره التجمع دي مش صعبه بس يعني هو في فتره معينه احنا ما بنقدرش نسافر فيها عشان خاطر امتحاناتنا، لان انا ومحمد وسعيد لسه بندرس اوكي، عادل وكاظم خلصوا. فكره الحفلات احنا ماجلينها شويه لغايه ما نعمل اغاني بتاعتنا، لان احنا مش حابين ان احنا نطلع نعمل كفرز نغني اغاني بتاعت حد تاني. احنا عملنا الموضوع ده في البرنامج، فبعد البرنامج احنا حابين ان احنا نغني الاستايلات بتاعتنا احنا، لان في البرنامج كنا مجبرين ان احنا نغني الاغاني طبعا، لكن احنا حابين ان احنا نغني اغاني احنا حبينا واغاني بتاعتنا احنا مش اغاني حد تاني. طب ايه رايك نسمع حاجه كده مثلا ونرجع نتكلم عن الالبوم اللي انتوا بتحضروا له؟ اوكي. يهمك في اموت ولا عيش؟ ده كلام مالكش تسالني فيه، وهتقول لي ايه ده اللي بيتغير؟ اكيد بيبان عليه. مين اللي قدامي ده واحد معرفوش؟ ما بقتش اخاف علي اسيبه واجرحه. عشاق كتير اتقابلها عادي ما كملوش، وهو كل واحد يعمل اللي يريحه. عايز اسالك كمان، بتحب تسمع مين من المغنيين؟ يعني انت غنيت حاجه لعمرو دياب، عايزك تقول لي بتحب تسمع مين تاني من المغنيين؟ مين شايفه مثلك الاعلى في الموضوع؟ طبعا في النجاح ما حدش يقدر ينكر عمرو دياب رقم واحد في الوطن العربي وفي مصر. فانا نفسي عموما ك يعني بعيد عن ذا فايف شويه كاحمد ان هو يعني احاول اوصل لحاجه من اللي حققها عمرو دياب. تمام. اما الاكتر فنانين انا بحبهم، بحب صابر رباعي، بحب ذكرى، بحب سميره سعيد، انغام. بتحب الاصوات الطربيه؟ الطربيه دي شويه. احمد عايز بقى اتكلم معاك عن الجديد ان شاء الله الفتره الجايه. انتوا حضروا بتعملوا البوم جديد، عايزك تقول لي بتتعاون مع مين وهينزل كمان امتى الالبوم؟ بص فكره مين هيكتب او مين هيلحن احنا لسه مش عارفين، في كذا حاجه معروض علينا. تمام. بس اقدر اقول لك ان من الالبوم ده هيكون فيه على الاقل ثلاث اغاني احنا اللي كاتبينا واحنا اللي ملحنينها، لان احنا برضو يعني سعيد وبي ام دي وكلنا محمد وكاظم وعادل وانا عندنا فكره ان احنا بنكتب وبنلحن مفيش اي مشكله. وهيكون في اغنيه او اغنيتين هتكون بكذا لهجه بغير تمام. يعني انا مثلا هغني مصري كل واحد يغني لهجته، كل واحد يغني بلده يعني حاجه كل واحد يغني لهجته، مش هيكون أوكي. بس المصري، لان الاغنيتين اللي قبل كده كانوا مصري. تمام. مش هيكون بس المصري هو كل الاغاني اللي بنغنيها، هيكون في كذا لهجه في الالبوم. بس اما هينزل امتى احنا لسه مش عارفين، لان احنا لسه ما سجلناش اي حاجه، لسه ما فيش اي توقعات لنزول، لسه ما يعني ما خلصتوش. طيب منه جزء كبير او حاجه؟ لسه ما سجلناش اي حاجه.
طيب ماشي، ادينا مستنيين الالبوم يا احمد، ونورتنا النهارده في عرب وود، وبالتوفيق يا رب دايما، وان شاء الله الالبوم ينزل ويكسر الدنيا. ميرسي ربنا يخليك ان شاء الله. كده بيكون خلص لقاءنا مع احمد حسن، وكمان بيكون خلص حلقتنا النهارده من عرب وود. نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، بس ما تنسوش تابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام. سلام.